أولا المنطقة القديمة ما جاها أعمار، أعمار قليل، دعم قليل، تعويضات ماكو لحد الآن، بيوت هايلة للسقوط. يعني هسه احنا موسم شتاء، كل فترة حايط وقع، كل فترة هذا حجر، أطفال يروحون يجون مدارس، هاي كلها تخوف. هاي معاناتنا، معاناتنا يعني ماكو تعمير، المجاري ماكو. يعني قبل فترة عملوا لنا مجاري هون يصبوا هاي من النوكة، كل الماي ويقف. يعني هسع جوا البيوت عيفوت الماي، يعني عملنا مجرى جوا البيوت عيفوت الماي، كله هذا التعمير هذا كله الصب بلاش. اولا ثانيا هاي ماكو، منطقة تعبانة. يعني احنا من الناس كله قاعدين ايجار، قاعدين ايجار، بيوتنا راحت. انا من الناس كنت قاعد بيت مال البلدية ادفع ايجار رمزي، البيت راح، لا خلوني اعمر بيتي ولا كسبت معاملة تعويض. ليش؟ لأنه ماكو، ما عندي، لا عندي مستمسك يقول لي جيب لي عقد إيجار وتروح وميت باب يفوتونا منين ومنين، وكل شيء ما حصلنا أمانة الله. أسعاني عندي معاملة مال تعويض قديمة مال إصابة، ها ظليت سنة أركض وراها. هاي قبل سقوط الموصل انطوني 500,000، جددت المعاملة ذيك هي مسدوتة كلها روتين، يجي اسمه التصريح الأمني يروح مساءلة وعدالة، مساءلة وعدالة تروح ما تجي، وقعدنا وسكتنا. الله وكيل ومحمد كفيل، كل شيء ماكو. أولا ثانيا احنا ناس تعبانين، هاي 100 مرة قدمنا على الرعاية الاجتماعية. أنا اللي تشوفني صاحب 5 أطفال وبيت إيجار، قدمنا رعاية اجتماعية، الله وكيل ما طلع. أسع الوجبات طلعت، أسع رجعنا سجلنا الكتروني، عسى وعلى يطلع اسمنا. وماكو، هاي معاناة يعني المواطنين اغلبيته هنا المنطقة القديمة معاناتهم. والله وكيل هاي لو مال المنظمات عمروا بيوت والعالم رجعت، ابد ماكو، كل شيء ما كسبنا. وهاي منظمات اكو هم تجي شوية، هاي رمضان ما رمضان مساعدات سلات غذائية هاي، ولا ماكو حرام. ماكو تعويض اخي، ماكو تعويض. انت اسع هاي تعويض، اسع روح على مستشفى ما تلقي، مستشفيات ما تلتقي كل شيء بيها. هذاك اليوم انا رحت هاي ايدي توسع والعنقيه، تقص بطاقه 3000 ينطوك علاج، ايش اعطوني؟ امبرازول ب1000 دينار اشتريه من الخارج، باقي الدواء روح على الخارج، على الخارج اشترى، تروح تشتريه طبقه ب 10,000 دينار الدواء. ما هو ماكو اعمار اصلا، ماكو نهائيا هاي المناطق. يعني هاي اسع حتى الاسع اللي يريد يعمر ما عنده إمكانية أن يشيل إنقاض بيته، يراد له إنقاض بيته 10 ملايين على الله يشيله. ماكو هاي معاناة. يعني هسع واحد له أرض هم يبنيها بس كله إنقاض، هذا يراد له شفلات، يراد له قلابات على ما يشيل، إيش قد يريد له؟ 10 ملايين ما تكفي. هاي معاناة، كل هاي معاناة المنطقة القديمة، وهي هي. وإحنا هسع نريد بس الله يحفظنا يحفظ أولادنا، يدق عليها واقعة هسع إذا تصورها. هذا حتى هذا التجاوزات جاء سجلنا عليه يابا، هاي وقعوها رفعوها، تخوف العالم، تروح وتجي الأطفال على المدارس، وهذا بس يقولون إيه ويسجلون يروحون ما يرجعون. الله وكيل هاي كل هاي المنطقة القديمة، وانت تشوف الساعة تصور تشوفها. والله اكثر الناس تعبانه، ما عنده معتمده على الحكومه تبني له وترتب له واشياء، هذا كله يوم وعود. منظمات يعمل فلان بيت يعوفون الفلان بيت، يكملون النص ويطلعوا النص. اكثر الناس يجينا حاجاتهم اكمل 100 ما عندهم، يعني كل ناس ما عنده حق صوبه تصليحه. 4000 دينار ما تصليح صوبه ما عنده، قل لي 2000 دينار 3000 دينار ومن مشي الامر. بس اكو ناس تعبانه، يعني عندك ذول البيوت اكو ناس عندهم ما كملوا. ليش؟
ما عندهم يكملون، معتمدين على الحكومة. محلات مستشخانة معزلة ومهدومة ما عندهم تكمل، معتمدين على الحكومة والحكومة ماكو. والله ساعدنا فرع بوذيك المطاير القوية، الفرع اللي بعدنا ما الدراج ما المولدة وقع الحائط البيت، الله وكيلك وقع، وعندنا بيت الأخ جواب باليهود هم وقع البيت، وناس ما عنده غاز ماكو قليل، عتجي غاز قليل عاد يجي لهم، وناس تعبانة مقبول المناطق القديمة، منطقة تعبانة صارت، عايشة عن على اليوميات، يوم يشتغل يأكل، يوم ما يشتغل ما يأكل، والدولار ما شاء الله صعد الدولار عندنا، وبعد إيش بعد يصعد؟ إلى الدولار صعد، الذهب صعد، الناس ما تقدر تشتغل، الناس عتصفن، عتطلع على أشغال، عترجع، كل شيء ما يستفادون من شغلهم، يعني لا يوميات، لا راتب عندهم، كل شيء ما عندهم، رعاية سجلوا وكل شيء ماكو، وعودات العالم عايشة. والله يستر من التالية بعد. المنطقة القديمة تحتاج إلى مساعدة من الدولة ومن البرلمان ومن الحكومة ومن الأهالي. ليش؟ لأن صارنا 7 سنين متحررنا أو 6 سنين دخلنا ب6 سنين. لحد الآن الدولة ما دفعت تعويضات. تدفع التعويضات، اللي عنده أمل يرجع البيت، اللي عنده أمل يبني بيت يكمل بيته ويرجع عليه، واللي ساكنين بالمخيمات، اللي ساكنين بالشوال، اللي ساكنين بيت مأجر الساحة الأيسر الأيمن، كله هاجر الساحة الأيسر. وأجر بيت ب300 و400 و200 و500 والدكاكين نفس الشيء. نحن هاي محلات مالنا كلها، هاي محلات مالنا كلها تركناها. ليش؟ كل هذا بنت الدولة وتغيد من عندنا دكان إيجار 400,000. نحن مين نجيب 400,000 بالشهر؟ كنا كل الدكان كان قبل كل إيجارة بالسنة 750-800,000 دينار. هسه تغيد بالشهر 400,000، سيبنا الدكاكين مالنا. وهاي البيوت الميدان المكاوي غاسل الكوخ شارع فاروق الزنجيلي كلها أكثر ما رجعت. ليش؟ لأن ماكو تعويضات، والتعويضات الدولة ما عسد لحد لما عسد الدولة ما طبعت 10% من التعويضات. وغيد من الدولة تساعد ترجع العالم وترجع السوق وترجع الدولة وترجع الموصل القديم مثل ما كانت وأجل إن شاء الله. أخويا كلها الحلم مالتي كلها ترقيعية، كل ترقية من الجمل تعمل لك أذنه، من الجمل أذنه، لا أكثر ولا أقل. نحن نريد تحلول جذرية من الجذر، شلعة من الجذر وبنية، وترجع العالم، ترجع الموصل القديمة مثل ما كانت وأزيد. يعني هسه عايبنهم بس ما عايبنهم مثل ما اللي نريده نحن أو تريد الجعال. عالم كله مهجرة كله بالشوارع نايمة، بالشوارع ببيوت بالساحات، الله مبدله ما يصير. لازم تساعد الفقير تعطينه. لحدنا بالميدان يمكن يقولون اكو جثث بالميدان، لحد الان اكو جثث جو التراب. ومع العلم هاي المنطقه القديمه كلها الميدان عشان كلها اندثرت، حتى الجوثه ما يطلع بعد، اندثر كلها اندثرت، شيء فوق شيء خلوه. والدولار هذا الدولار جلل وغطاه من ال 120 125 على اليوم 153 54 الدولار اليوم، وقف الاسواق كلها وقف الاسواق. اذا ما ينزل الدولار راح يصعد ازيد بعد. ولا كل البيع عليه من بين على الفقير، تبين على الفقير اللي يشتغل بيوم بيوم واللي معيشته بيوم بيوم، لا اكثر ولا اقل. نريد بالدوله تنزل الدولار شويه ضخ، ما يحتاج الدوله فلوس، عنده فلوس ما شاء الله ازيد من اللي لازم.
هاي المنطقة المحافظة محافظة نينوى منطقة القديمة. بالنسبة للتعويضات تعويضات يعني ماكو قليلة. وبالنسبة للدور الدور مهدمة لحد الآن نريد تعويض. وأكو بيوت يعني بالمنطقة القديمة تعبانة. فأريد يعني منكم المساعدة كشف شوية يعني تستعجلون بالمعاملة على مود التعويضات. وأكو بيوت الساعة مهدمة والناس قاعدة يعني بيوتها تعبانة. يعني احنا مقبلين على جو يعني جو شتاء. فممكن يعني تساقط أمطار شغلات يقع بيت يقع دار يعني كل مناطق قديمة وعقد جص وحجر ما مثل البلوك والصبة أكثر بيوت قديمة. فنرجو منكم يعني مساعدة هاي الناس مساعدة هاي الأسواق. هاي الأسواق لحد الآن هذا السوق سوق لحم القديم بالموصل باب الطوب يعني هذا سوق تراثي حرامات يعني متروك من لحد عيجي يفتح لحد عيجي ناشد. أريد أن مسؤول هنا يكشف السوق. بالنسبة للإيجارات الإيجارات طائلة. أنا بالنسبة لي هذا محلي 3,600,000 بالسنة يعني على هذا السوق وعلى هذا شغلتنا تعبانة. فأريد منكم المساعدة. أريد مسؤول يجي هنا يعني نشده نحكي معاه عن نطلع على القناة بس ما حد يستجيب لنا. فنرجو منكم يعني مساعدة هذه المنطقة منطقة القديمة وباب الطوب يعني سوق أثري. رفع الدولار اليوم 155 اليوم هسه عاني جيد وتريدون انتم هم تشيكوا 155 هسه احنا صرفنا لان احنا هسه عن نصرف 155 والبضاعة اللي عندنا عن نصرفها عن نروح نقص بأزيد. فهذا يعني شغلة الدولار شغلة كارثة ومن المحتمل يصير 160. فنرجو منكم يعني تضحكون على الناس المسؤولين تعالوا هنا على الموصل تعالوا شوفوا يعني خاصة باب الطوب. باب الطوب منطقة حيوية هذا السوق يعني فوق 200 سنة صار له هذا السوق سوق لحم القديم يعني جرات طائلة هنا والمحلات كلهم يعني هذا السوق 260 دكان خمس دكاكين بس مفتحين خمس محلات والبعض كله معزل. ليش يعزل هذا السوق؟ هذا سوق أثري سوق تجاري سوق حيوي. والله يعني ايش احكي لك يعني قلت الاعمار البيع اكو يعني بعض البيوت لسه بعد مهدومه يعني اكو جثث موجوده لسه جوا المباني وجوا البيوت يعني جثث ما تنشال تظل على وضعها. وهاي البيوت الواقع العالم ما تقدر ترجع على هاي الحاله. المفروض يكون اعمار المفروض يعني تجي هسه المنظمات ترجع من جديد. المفروض يجي اعمار توجيه الدوله عليها وزاره الماليه المفروض تنتبه عليها تعطي تخصيصات المواطنين على مود ترجع ينبني الاعمار من جديد على مود العالم تقدر ترجع تصير بها بنيه تحتيه اساس وقوي حتى تكون منظر واجهة للعالم مثل ما صار بها اسم الموصل بها الموصل القديمة المدينة القديمة. فمن يصير بها أعمار العالم قلها تبدأ ترجع لها مثل ما كانت قبل. هسه يعني حتى ركدت ما مثل قبل يعني كانت اختلفت الأوضاع كلها بها كلهم متحولون على الجانب الأيسر لأن أكو أعمار غادي وأكو بنا تحتية وأكو شغل وأكو كل شيء أكو. فأنا حاليا يعني شلون أقول لك يعني أنا بيت تعبان وبيت مهدوم وأني بيت جديد ما أقدر أقعد يمه ما يرهم بينما غادي كلها بيوت جديدة إن شاء الله نظيفة يعني بنا تحتية كاملة مكملة أسواق يمي كاملة ودكاترة وهذا سينا حتى الدكاترة راحوا لأن يعني كان عندنا منطقة السرجخانة كان كلها دكاترة كانت سوق الكل يجي عليها هذه السرجخانة ما ظل بيها أحد فهي حال بقية المناطق. هذا سوق الحظيرة كان سوق قوي كان سوق كبير هسه ما ظل بيه كل أحد. ليش؟ لأن العالم كله كانت هنا تحولت على ذاك الجانب فما ظل يعني سوق يعني الحياة تبان عدمت.
يابا سوق ماكو والله، سوق ماكو، سوق ضعيف وشغل ماكو، والعالم كله مضرورين مضرورين، الرواية القديمة مضرورة وماكو شغل، وماكو رواتب، ماكو ما عينطون رعاية، ماكو والأشغال كلها واقفة، السوق ماكو والله، البضاعة هم الباقي بضاعة غالية، الإيجارات كلها غالية، ما حل عاد ترجع، العالم ما عاد ترجع، ما مثل قبل، سوق ماكو ما مثل قبل، والإيجارات كلها غالية، وما عايز شغل والله، فقط مرة الشغل واقف، وما عينطون تعويض ولا عينطون هذا، القديمة كلها مضرورة، كلها انضررت القديمة، وماكو تعويض، ما حد عينط تعويض، والأشغال كلها واقفة، والله عايشين منهم بالقديم بالهاي بالساحل الأيسر ومنهم بالخيام بعد ما رجعوا، أي والله، والأشغال كلها ما تعرف شلون، والدولار ارتفع والله، والبضاعة كلها ارتفعت، هو شغل زماكو، والبضاعة ترتفع، والإيجارات كلها غالية، وأبو الملك ما يستاهل معانا. شوف الاوساخ، شوف الخراب، لين تعويض ماكو، العالم ما تقدر تعمر، ما تقدر تسوي. هسه عندك هذا البيت، الناشي صاحبة البيت يقول والله ما عندي فلوس، زين هاي الخراب هسه اشكال لقي بيها، دبيب، حياية، عقارب، يجون شكرشي يقعدون هنا بالليالي، هذا ما وضع، هذا المفروض هاي شي خربة تتعمر او تنسد، بيوت التعبانة تترتب، تعويض ماكو، العالم هلكت. منطقة القديمة اللي أحكي لك نيابة عن سوق اليهود، هسه اكو ناس فقراء تتغدى ما تتعشى، أنا من الناس حمال، صار لي 40 سنة حمال بالشارع، وبيتي إيجار، ماكو لا دعم، لا مساعدات، لا واحد يجي على يدق باب يقول أنت شو عندك ما عندك، هذا ما وضع حبيبي، أتابع المناطق، أتابع الفقير، إيش عنده ما عنده، إيش يحتاج، إيش يملك الفقير، هسه أنا من الناس، أشتغل آكل، ما أشتغل ما آكل، وإيجاري 100,000. وصاحب ايتام 4-5 عندي، الله ما يقبلها هيك. اكو ناس طافحه بالفلوس مليارات عندها، ذراع الفقير افتر على هاي المناطق، هسه انا ملياردير اساعد هاي المنطقه، يا بش قد يتكلف بيتك 20 مليون هاي 5 ملايين من عندي، وروح عمر لا تظل هيك، اريد منطقه حلوه جميله. شوف باقي المناطق بالايسر، يعني يصير هيك؟ ما يصير. هاي منطقة القديمة كثير عالم تعاني، ما عندها فلوس، ما تقدر، ما تتمكن، يعني يسوي لك حائط بلوك ما يتمكن، هذا ما وضع. مفروض اكو دعم، اكو تشجيع، اكو شغل، هالشباب البطالة عطالة 24 ساعة بالشوارع بالعوجات، ما يصير هيجي، ما يصير. انا حسب ما اشوف نظر بعيوني اشوفهم، انا الشباب عطالين بطالين، لو اكو شغل اكو دعم هاي كل هاي البطالة تنتهي، من قاعد تنتهي، ما يصير هيجي. عالم شوية تراعي، حكومة تدعم شوية الفقراء، خي تدعم الفقراء العالم، هاي العالم شو تتنفس. هسه عندك مثل هذا خربة، هذاك خربة الأخ، أشكال تلقي بيه، يعني التعبان يجي، الدايح يجي، اللي سكران يجي يفوت بخرب، ما يصير. منطقة شعبية كلها أطفال، كلها نساء رايحة جاية، ما يصير هيجي. مفروض هاي تغلق كلها، تنشال من هنا كلها، المفروض ما يصير هيجي. والله اللي قاعد بذاك الجانب إيجاره 400 و300، الله يكون بعونه، ما يقدر يرجع، لأن بيته مهدم ما يقدر يرجع. يعني هسه أجر بيت بالأيسراني ب 400,000 أني ميلي، وأني حمال يوم يتي 5,000 6,000 10,000، أزيد ماكو، ما أقدر، ما متمكن، يعني مجبور أرجع على بيتي خربة، أقعد ببطنه، إيش أسوي؟ لما الله يفرجه. والله هسه على تفتش بي أشكالكو، بس ما حد عيفتش، ما حد عيداعي. يعني هسه عندك بيوت هنا خرب واقع عليها الأنقاض كلها، أنت فتش جواته شوف شو جواته، أشكال تلقي حبيبي. يا صاحب البيت يقول لك انا ما عندي امكانيه،
يعني ما عنده امكانيه. سلام، ما عنده امكانيه يا عمر، ما عنده امكانيه يصلح بيته، ماكو. يا تمسكوا عماله على قد حاله، يشتغل ياكل، ما يشتغل ما ياكل. أهل المدينة القديمة يطالبون بالتعويضات، ويطالبون بالأعمار، ويطالبون بأهلها أن يعودوا إلى المنطقة، لأن المنطقة مثل ما أقول مهجورة صارت لك. يعني إذا ما أهلها يعودون عليها المنطقة ما تحتهي، والمنطقة ظل أي شيء نايمة. فإحنا نطالب الحكومة المركزية بأن يعني يقومون بالأعمار، ويكون المدينة ويرجعون أهلها إلى عهدها السابق. فإحنا نطالب الحكومة يعني مرتين ثلاثة وأربعة وما مساني، كل مواطن يطالب الحكومة، لأن هالمدينة القديمة مدينة منكوبة، مدينة ضررت، مدينة يعني فد مرة يعني أهلها انتهوا. يعني يسعى إلى حد الآن موجودة جثث بالمقديمة، موجودة بيوت، يعني أهلها ما رجعوا عليها فد مرة. أش يرجع مثل ما يقول يرجع يلقي له شيء، مصدر رزق، مكان القديم معمر مبني، يعني ماكو لحد الآن. هذا يعني ذاك الجانب بالمناطق كلها توزعوا، وبيهم يعني قلة يعني ملك، يعني ناس مدفونة، قلت لك يعني مدفونة ناس بهاي المنطقة، يعني جثث موجودة لحد الآن. يعني أكو بيوت انتهت فد مرة بعد ما يرجع عليها، يعني ما ضم كل منهم، واللي ظلوا الراح عند أخوه، الراح عند قرايبه، الراح يعني عنده إمكانية قعد إيجار بهاي الفترة. يعني وين يروحون؟ إذا يرجع على منطقته ما يلقي أي شيء، يعني حتى في سبيل يقدر يعيش، يقدر يقاوم الحياة هاي الصعبة. ونحن نطالب الحكومة المركزية يعني أن تنظر بعين الأب لهاي الناس المتضررة خطية النكبة. يعني ما فد مرة يعني انتهت العالم. هسه لحد الآن يعني تعويضاتي إلا ما يعني قلة، ولا ما كل واحد يعني استلم تعويضات، صحيح تعويضات ويسولفون بالتعويضات وجت التعويضات وما أعرف إيش، بس ما كل حد الآن يعني شيء ملموس. تعويضات العالم ما ينطوها، ولحد الآن هاي أنا 4 سنين تعويضات من الشهيد، لحد الآن كل شيء ماكو، بس أروح على الدوائر وارجع، أروح على الدوائر وارجع، وأعمل فلان ورقة وجيب فلان ورقة، وأعمل تصريح أمني وأعمل شغلات، ولحد الآن بغداد ما طاعتنا كتاب مال الاستخبارات مال بغداد ما ينطون. هاي مسألة عدالة، جاء استخبارات ماكو. ايه والاوضاع معنا كلها الحكي يطلع بالتلفزيون كل شيء ماكو، كله الحكي هذا فارغ، مع احترامات لكم معنا حكي بالهواء، ماكو شيء ملموس، ما الميزانيه هالقاد وكله كذب، ما ينطون لحد، لا يعوضون احد، لا معنا يعمرون شيء. تعمار اعمار، وين الاعمار؟ كلها هاي خرابه، كلها البيوت جوا خرابة بالعوجات، كلها خرابة.
لا تعويضات مال بيوت، لا يطلعون بالتلفزيون يقولون احنا طعينا تعويضات وطعينا شغلات وطعينا ما اعرف اشنو، طعينا ما جرحى، ما ينطون كشي. والله اكو تحولوا على ذاك الجانب، واكو طلعوا على الاحياء، واكو كله طلعت، والدكاكين كلها فرغوني، كلها فرغ الدكاكين. معنا دكان بس تكرم كليب وبززين بيها. ما دكان كله وسخ، كله مليان انقاذ، كله انقاذ دنيا، انقاذ مال هاي مال نينوى، كله انقاذ. طالبنا بس ما يفيد، الحكومه بطيئه. معنا دكان مثل وادم ما انفتحه، صيدليه ما انفتحه، القصف القوي الجوة يم الشفاء يم المستشفى كلها هاي بيها. تعرف هذا يجي يضرب ابو الطياره والمدفع يضرب، كله تضرب. مريض انا، والمرض من ورا انا كنت مطوع، اخذوني سني خلوني ببغداد، كل شيء ما عندي طلعته. انا مريض حتى عجز كلي صار عندي، ومطوع كنت بالشرطه 2004 طلعت و2005، كل شيء ما حصلته من هاي الدوله، كل شيء ما محصل، ما عوضتني بكل شيء ابد. والله بربع دينار ما عوضتني، ربع دينار. والله دمروني، والله ظهري غيح، يدي غيحه، رجلي غيحه، معنى ما ظل شيء بس اللسان، بس اللسان ظل عندي.